هنعمل مربى. المربى اختراعها في الأساس كان لتخزين المنتجات الموسمية، مش عارفين يخزنوها ازاي، ما كانش فيه ديب فريزرز وما كانش فيه فريزرز وما كانش فيه تلاجات وما كانش وما كانش وما كانش، فكانوا بيعملوا الحاجة في الموسم بتاعها مربى أو مخلل أو مجفف أو أيا كان حسب الصنف، علشان إنهم يقدروا يحتفظوا بيه فترة طويلة. فالتين الشوكي زي ما احنا دايما متفقين، يا اما كيلو لكيلو سكر اي حاجه بنعملها مربى، يا اما كيلو لنص، يا اما كيلو لربع، واللي حابب يقلل الربع ده لتمنه ويخليه عسل مفيش مشكله، بس ما ترفعهوش على النار من الاول، يعني خدوا غلوه كده سريعه. عصير الليمون علشان المربى بتاعتكم ما تسكرش، او الجيلاتين او الجيلي او عسل الجلوكوز، كل دي حاجات تخلي المربى بتاعتكم ما تسكرش. بعد كده هنقدمه طبعا مع عيش، مع عيش وزبده، مع عيش وقشطه، زي ما انتوا عايزين. تمام كده؟ طيب انا دايما بقول لكم على الخطوه اللي انتوا تسبقوني فيها، فانا قلت اوريها لكم النهارده ونعملها كده في التحضيرات عشان برضو تبقى واضحه قدامكم. ده تين اتنقع بالسكر بتاعه مده ما تقلش عن 12 ساعه، 6 ساعات، متغطي في التلاجة عشان ما يبص. هينزل كل ميته بالطريقه دي، وبعدين تقوموا رافعينه بالميه بتاعته على النار. طيب مربى التين ممكن تتعمل، وكل السكر ده طبعا هناخده لان ده من جوه المقدار. طيب مربى التين ممكن تتعمل، شغل بقى عليه النار لان انا كنت طافيه، بالتين صحيح زي ما انتم شايفين كده، او بعصير التين، يعني تضربوه الاول في ضربه في الخلاط، وممكن تصفوه كمان من البذر بتاعه. في ناس ما بتحبش بذر التين، انا بالنسبه لي باكل التين ببذره وبكل حاجه، يعني هو يعني ما عنديش مشكله خالص. اخر غلوه للمربى بنحط عليها يا اما عصير ليمون يا اما جيلاتين باودر. الجيلاتين الباودر زي ما اتفقنا قبل كده اكتر من مره في وصفات المربى بالتحديد، بناخده هو بيكون باودر اهو زي السكر بس ناعم شويه، ما بين السكر البودره والسكر الخشن كده يعني. بناخده لازم نتعمل على مرحلتين، المرحلة الأولى هي تحويل المادة الباودر دي لمادة جيلاتين لزجة باستخدام مية من درجة حرارة الغرفة. بعد كده باخده لما تتحول الباودر دي لجيلاتين، بقوم حطاه آخر غلوتين على النار، لازم يتعرض للحرارة. كده احنا خلاص فعلنا الجيلاتين وتمام جدا، وده اللي يديكوا كمان القوام. يعني الليمون هيخلي المربى ما تسكرش، لكن الجيلاتين هيخلي المربى ما تسكرش وتبقى القوام بتاعها جيلاتيني زي المربى اللي بنجيبها من السوق، سواء مربى ايا كان، لان ما فيش مربى التين شوكي في السوق اصلا. كده خلصنا اول وصفه اللي هي وصفه مربى التين الشوكي. هنطلع فاصل ونرجع. قبل ما نطلع فاصل عشان تكون الوصفه بالنسبه لكم خلصت، ادي عصره الليمون، اخد غلوتين اطفي عليها، عاوزتوا انكم تضربوها في الكبه اضربوها، عاوزتوا انكم تشيلوها كده شيلوها كده.